انطلقت اليوم الاثنين فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلع بحضور عدد من الفنانين من داخل وخارج المغرب. الممثلين المصريين بيحبوكوا جدا 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 لأنكوا جمهور ذواق وبتحبوا الفن وبتفهموا فيه. مبسوطة جدا ويعني مبسوطة ان انا في وسط الناس الحلوة دي ويعني اكيد في منتهى السعادة. اشكركم. احنا كفنانة تنفتخروا بهذا المهرجان لانه هو المهرجان الوحيد اللي فيه المهرجان خاص بالمرأة، وحنا تنفتخروا بهذا المهرجان لانه هو تيحضروا فيه الفنانة جميع من المغرب من خارج المغرب، وتيتلاقاو فيه منتجين، تيتلاقاو فيه كذلك فنانات، تيتلاقاو فيه مخرجين، وفي الحقيقة تنتمناو المزيد والطوال على هذا المهرجان باش يبقى سنوي ويبقاو يولي عندنا بحال شي عرس اللي هو سنوي في مدينة سلا. هذا افتخار ليا اللي نكون في هذا المهرجان اللي كي يقدر واللي كيعطي القيمة للمرأة كممثلة كممثلة ومرأة. هذا افتخار ليا، والحمد لله عندي الفيلم ديالي هادي دوز اور كومبيتيسيون ديال ريهان ديال سي محمد الكرات اللي معايا، وكيتكلم على المرأة وفيها البطولة ديالتي. فأنا جد سعيد أن مدينتي تتحتفي بواحد المجموعة من الفعاليات على الصعيد العالمي والعربي والدولي في هذه المدينة الجميلة، وخاصة أن ساكنة مدينة سلا ساكنة مضيافة، وأنتم شفتوا خير دليل أنهم كيفاش تيستضفوا الناس وكيفاش تيستضفوا الفنانين ديالهم، لأنهم في الأصل فنانين. فساكنة مدينة سلا كلهم فنانين وفيها مجموعة من الفنانين المثقفين والمفكرين، فتحية للجنة المنظمة والإدارة المهرجان على هذا المهرجان.